لم يكن أزيز الرصاص وقنابل الغاز أعلى صوتا من صوت نساء البصرة اللواتي أبين إلا أن تبقى حناجرهن تصدح بالحرية والثورة حتى آخر نفس، غير آبهات بما يخطط له القابعون خلف أسوار الخضراء وهم يكيدون لهن المكائد. فخرجن للمطالبة بحقوقهن في يومهن العالمي، تاركات زينة الدنيا، ليقفن إلى جانب إخوتهن من الثوار للمطالبة بالوطن المسلوب. أكيد يعني أردون إسكات ثورتنا، بس مستحيل إنه يسكتونا. إحنا باقيين صامدين لآخر يوم بحياتنا حد ما نرفع علم الانتصار. هاي بناتك يا وطن هاي. أين هم الشرفاء؟ صوت صدحت به حناجر نساء البصرة في تظاهراتهن، على أحد ممن يحكم البلاد يسمع صوتهن وهن يتحدين الاعتقال والخطف والترهيب على يد قوات الحكومة وميليشياتها. صوت دوى في أرجاء العراق كله وليس في البصرة فحسب، ولسان حالهن يقول لساسة المنطقة الخضراء: نحن نساء العراق الثائرات، فمن أنتم؟ نطالب كحقنا كعراقيات كمواطنات، نريد حقنا من الحكومة، ونريد سندا للساحة أيضا وسندا للمتظاهرين. وأيضا إحنا جايين نقول إنه صوت المرأة ثورة، صوت المرأة ثورة وليس عورة. لذلك كل نساء العراق لازم يطلعون ولازم يشاركون بالثورة. التهديد والخطف والقتل والترهيب نال من زميلاتهن منذ انطلاق شرارة الثورة، غير أنه لم ينل من عزيمتهن وإصرارهن على مواصلة المسيرة حتى تحقيق النصر الذي ينشدنه، وهن يودعن كل يوم إخوتهن أو أبناءهن أو أزواجهن إلى مثواهم الأخير، وينثرن الحلوى والزغاريد فوق نعوشهم التي لفت بالعلم العراقي الذي تضمخ بدمائهم الثائرة. خرجنا لإثبات دورهن في الثورة، ذلك الدور الذي سيسجله التاريخ بحروف من ذهب، متحديات كل محاولات السلطة الحكومية لإسكاتهن بالخطف والترهيب والاعتقال والرصاص الحي وبنادق الصيد، وحناجرهن تصرخ في وجوههم: لن تنتهي الثورة حتى نسقطكم. خرجنا بدورنا كنساء عراقيات، المجتمع دائما يرفض أو يخلي حد للمرأة، لكن احنا مبين انه المرأة هي جزء من المجتمع، الجزء الأول والأكبر بالمجتمع، لها دور كلش رئيسي. فضارنا حالنا حال إخواننا، نطلب من حقوقنا، حقوق المرأة معروفة وكحق عام، انه حق الحكومة والقمع اللي جاي يصير اعتداء على النساء، ورفض ذلك.